ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يلا يا أحمد يلا عليك. الله أخونا عبد القادر الليلة محتفل في زواجه بالتوحيد وجماعة جاي جايبين في زواج محمد المنتصر الدجال المجرم المجرم عدو العقيدة وعدو التوحيد وعدو السنة هو وحسين خوجلي. أسأل الله والوقت وقت إجابة للدعاء. أسأل المولى عز وجل يقسمنا للتين هو حسين خوجلي. الله يقسمنا للتين والله يريحنا منهم. ولأدحضن بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني. ولأغضبن لقول ربي فيكم غضب النمور وجملة العقبان. ولأضربنكم بصارم مقولي ضربا يزعزع أنفس الشجعان. آخر وصية لكم يا أخواننا، ركزوا على السنة، ركزوا على التوحيد، أدعو إلى الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نشكر أخواننا الشيخ أبو بكر. الله أكبر الله أكبر. إن دعوة الحق مهما حوربت فإنها منصورة إن شاء الله. الله أكبر. إن دعوة الحق مهما حوربت فإنها منصورة. أبشر. الله أكبر الله أكبر. وهي كلمة الدعوة مع الشيخ شهاب عوض، فليتفضل مجزيا من الله مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني وآبائي والأسرة الكريمة والعريس المبارك إن شاء الله تعالى وكل الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر لكم حسن ضيافتكم وحسن استقبالكم وحسن ترحيبكم وجميل استقبالكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأنتم أهل لذلك. والإنسان لما رأى إخوانه وهذه الجموع فرح كثيرا واستبشر كثيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك لهما وأن يجمع بينهما في خير وأن يرزقهما الذرية الصالحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيتهما تقا وهدى وسترا وعفافا، وأن يوسع لهم من الرزق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب عليهم الخير صبا، وأن لا يجعل رزقهم كدا كدا، وأن يبارك في أهلهما وفي جميع أهل هذه القرية. أخف إن شاء الله في كلمات بسيطة في هذا الموضوع العظيم، وهو موضوع الزواج. وكثير من الناس وكثير من شيوخ الدين
لما يتكلم عن هذا الأمر يمر عليه مرور الكرام. لكن يا أخواننا، الزواج هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهو من الآيات التي تدل على أعظم أمر وهو التوحيد، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات. هذه من آيات الله التي يعرف بها المؤمن ربه تبارك وتعالى، وهو مقصد وعبادة عظيمة، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة محفوظة ومعروفة عندكم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والشاب الذي يضع أمامه العراقيل إنه الموضوع صعب ونحن ما عندنا وما سوينا حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة كان حقا على الله عونهم، ده ربنا سبحانه وتعالى تكفل بمعونتهم وبرزقهم وبمؤونتهم حتى يصلوا إلى غايتهم. ومنهم قال: والناكح يريد العفاف، الذي يريد أن يعف نفسه، فهذا من الثلاثة الذين تولى الله عز وجل أن يكفيهم وأن يوفقهم وأن يعينهم. وكثير من الناس لا يتصور هذه الأمور حتى يدخل فيها. الليلة يا أخواننا عندنا لو في زول مثلا ربنا فتح عليه وربنا أداه وبسط له في القروش ولا غيره، بتلقى قريبه ولا أخوه ولا ولده يقول لك: يا زول نحن العرس ده ما خايفين عليه حاجة. في شنو؟ المرأة دايرة وبين الدنيا أي حاجة دايرة، المهر دايرة، ذهب دايرة، أي حاجة أهل دل دايرين أي شيء، إن شاء الله عرسنا ده يسمعوا به والحلال الجنب. طيب أنت ربنا سبحانه وتعالى تكفل لك بمؤونتك، ما بتأكلوا منك، شكذا ربنا عاب على المشركين أنهم يقتلون أولادهم. ربنا سبحانه وتعالى قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولذلك يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى في أوائل أول آية في سورة النساء، وهي التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، كان يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهو آدم. النفس هذا لفظ يراد به المذكور، وهنا ربنا سبحانه وتعالى أراد به آدم عليه السلام. ربنا خلقنا من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام. ربنا قال: ثم خلق منها زوجها، وزوجها مقصود بها حواء، لأن أخواننا الواحد بيسموه الزوج، عرفت؟ قال: ومن كل خلقنا زوجين لعلكم شنو تذكرون. فالواحد يسمى بزوج، لكن نحن عندنا بنقول شنو؟ بيقول إنه ده جوز أو زوج، ليش شنو؟ للفردتين، لكن الفردة ده زوج، ويطلق على الرجل ويطلق على الأنثى أو على الذكر والأنثى. الشاهد من الكلام إنه ربنا قال: وخلق منها زوجها. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وهنا ربنا يا أخواننا تمدح للناس وبين لهم ليه نعبده، قال: لأنه خلقكم كلكم البشر القاعدين من نفس واحدة، وهذا يدل على قدرة الله. وده فيه فائدة، أن مع الله ليس هناك خالق آخر، عرفت؟ ولذلك يا أخواننا الزواج فيه أدلة عظيمة على التوحيد، عشان كده ربنا جعله في سورة الروم من الآيات التي تدل على توحيد الله.
لأن أخواننا ربنا عز وجل هو المستحق للعبادة. عشان كده ربنا قال في سورة البقرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. النتيجة شنو؟ فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا معناه شنو؟ معناه شركاء ومثلاء ونظراء، تدعونهم مع الله وتتوكلون عليهم مع الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للبشر أيضا في سورة الروم، ربنا سبحانه وتعالى قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، من نفسك، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. عرفت؟ أو إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الآية دي ربنا ضرب لك مثل، لو عندك زول بتأجر ويشتغل لك في حواشتك أو في بيتك أو في مالك، هل الزول اللي أنت مؤجره ده ممكن يتصرف في مالك زي ما أنت بتتصرف؟ شريك لك؟ هل بترضى يرقد مع مرتك زي ما أنت بترقد؟ هل بترضى يشيل مالك ويتصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة أو هدية زي ما أنت بتتصرف في مالك؟ ما بترضى. فكيف ترضى مع الله الشركة؟ ناس جعلوا لله أنداد مع الله سبحانه وتعالى. ربنا ما يقبل أن يعبد معه أحد. ربنا قال: قل من رب السماوات والأرض. دي آيات ربنا تحدى بها العالمين ليبين توحيده للأمة، وحتى يعبده الناس وحده لا شريك له. ربنا قال للناس: ها، قل من رب السماوات والأرض. رب السماوات المالكة والبدبرة والبصرفة، ما زي ما بجيبوا لك الآن في الإذاعات يقول لك الشيوخ بتاعنا، شيوخ بتاعنا الطرق، الواحد يقول لك كما في كتاب بتاع عبد المحمود نور الدايم بتاع السمانية، قال أبونا الشيخ: ربنا ملك الكون 30 سنة فما نقص منه جناح بعوضة. الكلام ده أبو جهل ما يصدقه. ربنا قال في سورة المؤمنون: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ربنا قال: فسيقولون لله. قل يقولون لله، إذا كان الكافر بيقول الكون التصرف فيه لله. الليلة عندنا ناسنا فاتوا الشغل ده بغادي، مشوا وكذب، ومما تنخرب العقائد، وخاصة في موضوع العرس بتتخرب الأعراض. لأن واحد تلقاه يا أخي أنت إذا عندك عقيدة خربانة رجالة ما عندك، واحد مما دار يعرس، ها زول دار تعرس، هاي عندك واحدة في راسك، هاي امشي للشيخ، أبويا الشيخ أرقد لي بالخيرة. أرقد لك بالخيرة كيف يعني؟ أنت مش شفتها وعجبتك؟ بس خلاص دي الشريعة قالت كده، تاني أرقد لك بالخيرة ليه؟ أرقد له بالخيرة لأنه يعتقد أنه يعلم الغيب، ودي عقيدة كفرية. ربنا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. رقد له بالخيرة يقول له تعرس بعد 4 سنة، لأنه لو عرس طوالي ده عبارة عن أمجاد ماشية في الشارع كل مرة بيجيب له قروش. الزول الداري عرس ده ما هو أصلا بيجيب له شيء قروش، لو ماشي عرس بعد ذلك بيخش في قصة بتاعت ولادة وجاري في عيش أولاده وكده، الموضوع بينقطع من الشيخ، يجي عيد لعيد كده الشيخ الدكان بتاعه بقفل. ما ال 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 السجادة دي انت قايلها شنو؟ الطريقة عبارة عن دكان بس. انت كإنسان محترم عندك زراعة، عرفت، عندك تجارة، عندك دكان، ابوك الشيخ الطريقة بتاعته دي الدكان، فهمت؟ الميزان بتاعه ده السبحة، عنده 2 كيلو، ده للجماعة الكبار. طبعا لو جاء زول مسكين ساكت للشيخ انا ما يتراحته كده يقول له ايوه خذ 20 هوب عديلة ولا بقوم له. لكن لو جاء واحد جايب له عربية GXR وزول مغترب جاي من السعودية وريحته من بر الصيوان هناك شامية، ده الشيخ لازم يقوم له، لأنه ده لما يقوم يكتب له شيك ب 100 مليون أو يديه مراح، ده كده الشيخ بتبسط 5 سنة. فشغل بتعليق بعد ذلك يقول له تعرس بعد 4 سنة،
بعد 4 سنة لما يجي عرس يجي يقول للشيخ ها دار عرس. الشيخ يجي يقول له لازم أنا أجي عقد لك. شان الشيخ ظهر، الشيخ ظهر يقول لك لازم مرتك يبرك لك الشيخ كما يفعل المحايت بيبسي. عندنا هناك في الخرطوم واحد من السفرة ومن الديوثين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة أبدا، ومنهم الديوث. ده جايبينه في الصور، اسمه عمر اللمين تاع الطريق المكاشفية، حواره تيكسي ومخرته جلاكسي وكلام فارغ كله، فهمت؟ ده بيجي يبخر العرسان وبخط للعرسان الحنة، خدت لهم الحنة وجرتك يا راجل يا راجل، دي رجالة لك، فهمت؟ يجي يبرك العريس. والله عندي صورة قاعدة في الموبايل، العريس واقف بعيد مسافة عظيم لغاية أخونا دهنا، والعروسة ماسكة اللمين وبتبوس له في يده، وده معرساو ليه؟ ده الدلوك القاعد ده معرساو ليه؟ ده نافع شنو ده؟ أسيد أنا بديه، والله أنا ما يتم أدي له، خليك بنتي، ده أنا ما يتم أدي له. يا أخي أنت موقف العروس مع الرجال، وأنا رجالتك أنت يا أخي؟ عريس شنو دي طريقة شنو؟ ولذلك أنا عجبني جدا عريسكم، أنا لقيته قدورة ربنا يحفظه، لقيته بيجاي لا خد حنة لا خد ياخذ الرجال ذاتها، ماله نقص شنو؟ ماله؟ خليه يقولوا متخلف، خليه يقولوا معقد أي حاجة، لكن بعد تخلفي ده أنا راجل ما بتحنن بالشباب زي النسوان، كويس؟ الشيخ يجي يبرك لك المرأة يقول لك تعال دخلها بيجاي، كويس؟ بعد شوية تجيب ولد أضانه زي أضان الشيخ. ما برك لك الشيخ، انت لو صحيح راجل ما تمشي للشيخ. يا اخي عبد الرحمن بن عوف تزوج وما عرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجد منه الخلوق بتاع العرس، لما سمع شم منه الريحه بتاعت العرس قال له مهيم يا عبد الرحمن، في شنو يعني الحاصل شنو ريحتك طيبه؟ قال له تزوج واصدقتها نواه من ذهب الى اخر. الشاهد انه عبد الرحمن بن عوف تزوج وما ورى الرسول صلى الله عليه وسلم. انت تمشي الا توري شيخك تبرك له. ولذلك يا اخواننا الزواج ده بتحصل فوقه مشاكل كثيره. يا اخي احنا ثانيه العيد ثالثه العيد واحد عزمنا، فهمت؟ واحد بتناقش معانا قال والله اخواننا انا ود النديها حببتي، قالت لي انت ندهوك، ومشت للشيخ قالت له بنتي دي ما ولدت سوي لها حاجه. البنت نادت الشيخ جابوا الزول ده، وهو بناقش فينا عمره قريب 40 سنة. ولذلك يا اخواننا الزواج من اعظم الايات التي تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى. والزول الدار يلاقي ربنا سبحانه وتعالى يلاقي الله بعقيده نظيفه، عقيده سمحه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبك ده ما بتعرف فيه إلا الله. أنا لو عرسته والله أنا اللي قدامكم ده عرسته، لكن عرسته كيف ما عارف، ربنا سهل لي، كويس؟ والله معي كان شيخ أمين أخونا أمين ده في العرس، كويس؟ يا أخي أنا ما لاقي عربية أصل بها أمشي أجيب مرتي في العرس، ربنا سبحانه وتعالى سهل لي، ضربت لي شيخ أمين ده في الدروشاب ولقى العربية ومشينا وجبت مرتي في عربية تانية وأمورنا ماشية والحمد لله، لأنه الرازق منه. ربنا قال وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. عشان كده ما تخاف لك من راجل، ما تخاف لك من زول، ما تخلي عقيدتك في غير الله سبحانه وتعالى. أعظم مشاهد من الأمور التي ينبغي أن يقف الناس عندها في الزواج أمر التوحيد. والمواقف كثيرة ونحن الكلام طيب، لكن يا أخواننا نسبة لأنه أنا شايف في الجو في تغير ما حول بينكم وبين الشيخ أبو بكر، يواصل إن شاء الله من قطع من حديث، فليتفضل مجزيا مشكور.